أن القائد عبد الله أوجنان يعتبر هو العمود الأساسي للنساء شمال وشرق سوريا ونساء الشرق الأوسط. فإن القائد عبد الله أوجنان منذ بداية الثورة الكردستانية كان واقفا جنبا إلى جنب مع المرأة في كل المجالات من خلال المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وأعطاها دورا أساسيا لكي تكون هي شعلة ومنارة تضيء المجتمع من كل جوانبه الحياتية. فإن القائد عبد الله أوجنان كان يعتبر أن المرأة هي رمزا للحرية والعطاء، وكان يعتبر أن المرأة هي رمزا لتحرير كل الأراضي المدنسة من الاحتلال وغيره، ومن الذهنية السلطوية التي كانت تحاول السيطرة على المرأة لطمس شخصيتها وطمس هويتها وإبعادها عن جوهرها الأساسي. طبعا كمقارنة في العهود السابقة أو في العصور السابقة التي عاشتها المرأة الرقاوية من خلال النظام الدكتاتوري الذي حاول منع المرأة من الدخول في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فقد اقتصر على وجود المرأة ضمن المنزل أو ضمن المدارس كأن تكون آنسة أو أن تكون طبيبة وغيرها. أما في عصر داعش وعصر الفصائل التي دخلت على مناطقنا وحاولت إبادة المرأة بشكل خاص وحاولت طمس هوية المرأة بشكل خاص، وكذلك داعش الذي حاول أو الذي استخدم أبشع أساليبه تجاه المرأة من خلال أن تلبس اللون الأسود ومنعها من الخروج إلى الشارع إلى الضرورة ومنعها من أن تبدي رأيها، وحاول أن يكسر منها كشخصيا. أما مع دخول الأمة الديمقراطية ونهج الفكر القائد الفيلسوف العظيم المفكر عبد الله أوجنان الذي أعطاها للمرأة دورها الأساسي لدخولها للمجتمع وأن تخوض في كافة مجالات الحياة وأن تكون ناشطة سياسية وعسكرية وأن تقف على شاشات التلفزة وأن تقف على المنابر وتبدي أو تعطي البيانات السياسية وأن تكون عسكرية وأن تكون منفتحة على كافة المعطيات التي تعطى إلى المرأة. الحديث عن الصلة بين القائد عبد الله أوجنان وبين المرأة، طبعا منذ بدايات الثورة الكردستانية كان القائد عبد الله أوجنان يقف مع المرأة بشكل خاص، لأن المرأة متى ما تحررت يتحرر المجتمع بشكل عام وتنكسر القيود التي تحاوط المرأة وتحاوط المجتمع. فالعلاقة كانت قوية ومتماسكة ووثيقة إلى أبعد الحدود. فالقائد عبد الله أوجلان كان يقف مع المرأة في أي عائق يقف في وجهها وفي أي رأي تريد أن تبديه، وكان يمنحها الثقة التامة لكي تثبت وجودها وشخصيتها وجوهرها لتكون إنسانة ناجحة قوية متماسكة ضد أي هجوم يتعدى على حقوقها. القائد عبد الله أوجنان خصص بالذكر المرأة، لماذا؟ لأن مع تحرر المرأة يتحرر المجتمع بأكمله، فحاول أن يدعمها من خلال كتبه التي موجودة في كل المكتبات وفي كل مناطق شمال وشرق سوريا، وعن مناضلاتها الباسلة التي كانت تقف مع الرجل جنبا إلى جنب وتحمل السلاح، وأعطاها القوة الكاملة والثقة الكاملة لكي تكون إنسانة ريادية وناجحة. فإن القائد عبد الله أوجنان ذكر في كل كتبه ومجلداته أن المرأة هي الجوهر الأساسي للمجتمع، وأن بناء المجتمع يبدأ من بناء المرأة ومن جوهرها الأساسي. منذ اعتقال القائد عبد الله أوجنان إلى اليوم هذا الذي يعتبر بداية 15 شباط الشهر الجاري الذي نحن فيه، حيث تمت المؤامرة الدولية على قائدنا القائد العظيم المفكر الفيلسوف عبد الله أوجنان من خلال اعتقال القائد في سجن إمبرالي في جزيرة مهجورة عن أعين الأنظار لمنع أي معلومة صغيرة أو كبيرة عن القائد عبد الله أوجنان أو لمنع حتى معرفة وضعه الصحي.
فالاحتلال التركي يحاول أن يضيق من ويضيق على هذه القضية، قضية القاضي عبد الله أوجلان، ويحاول أن يمنع المحامين الوصول إليه ومعرفة أي معلومة صغيرة عنه ومعرفة وضعه الصحي. فمنذ فترة قصيرة حدث زلزال في جزيرة إمبرالي، وكان هناك ارتباك في مناطق شمال وشرق سوريا، وخرجت النساء إلى الساحات تناشد بصوت عالي للحرية الجسدية للقاضي عبد الله أوجلان ولمعرفة وضعه الصحي التام ولكبح جماح الاحتلال التركي من أن يضيق على هذه المسألة أو على هذه القضية التي هي تعتبر قضية الشرق الأوسط والتي تعتبر هي قضية الأراضي الكردية أو مناطق شمال وشرق سوريا. فخرجنا النساء إلى الساحات منذ فترة قصيرة من الزمن وبصوت عالي طالبوا بالحرية الجسدية للقاضي عبد الله أوجلان وطالبوا بمعرفة وضعه الصحي، لأنه هو يعتبر رمزا للقضية الكردية ولأنه يعتبر رمزا للمرأة الكردية الكردستانية. طبعا في الحديث عن هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا مناطق شمال وشرق سوريا الذي يحاول يوما بعد يوم فرض سيطرته والذي يحاول أن يسيطر على الشريط الحدودي الواصل بين مناطق شمال وشرق سوريا وبين مناطقه، فإن الاحتلال التركي الغاشم يحاول أن يستخدم أبشع أساليبه بطائراته المسيرة وباستهداف قواتنا قوات سوريا الديمقراطية لزرع الخوف والرعب بين صفوف المدنيين وبين صفوف قواتنا قوات سوريا الديمقراطية. ولكن نحن نوجه رسالة للاحتلال التركي ونقول له مهما استمريت في الضرب والتنكيل والقصف والطيران واعتقال النساء والأطفال لن تهزم إرادتنا في المضي سيرا على فكري ونهجي الفيلسوف العظيم القاضي عبد الله أوجلان، ولن تهزم إرادتنا لطرد آخر محتل تركي من أراضينا. فنحن نرى أن هذه الهجمات المتزامنة على مناطق شمال وشرق سوريا مع المؤامرة الدولية تعتبر بالنسبة لنا هي الفاشلة، وتعتبر بالنسبة لنا هي التي سيطرة كاملة على عقول مناطق شمال وشرق سوريا لكي تنكسر إرادتنا كشعب مناضل. وأبي خرج إلى الساحات وحاول إثبات جوهره وحاول أن يطرد آخر مستعمر تركي من أراضيه. بداية في الحديث عن النساء الرقاويات المناضلات القويات اللواتي عانن على مر العصور، كما تحدثت في الفترة أو في الفقرة الماضية عن النظام الدكتاتوري وعن الفصائل التي دخلت على مناطقنا من داعش وجيش الحر وغيره الذي حاول أن يكسر من إرادة المرأة الحرة، ولكن مع دخول نهج الأمة الديمقراطية وفكر الفيلسوف العظيم طبعا استطعنا أن نثبت جوهرنا الأساسي كنساء رقاويات. طبعا نحن نوجه رسالة إلى نساء الشرق الأوسط أن يكونوا معنا جنبا إلى جنب لتحرير الأراضي من آخرة من هذا الدنس الغاشم، وأن نكون يدا واحدة لكي نحقق جوهرنا في كافة مجالات الحياة ولكي نحاول أن نثبت وجودنا تجاه الدول الأخرى الغربية التي تحاول كذلك السيطرة على مناطقنا والتي تحاول تشويه سمعة مناطقنا وأراضينا مناطق شمال وشرق سوريا. فنحن كنساء رقاويات وكنساء شمال وشرق سوريا سوف نخرج إلى الساحات وسوف نستمر في المضي سيرا على نهج قائدنا الفيلسوف العظيم، وسوف نقف على منابر ونقي البيانات السياسية لكي يصل صوتنا إلى السلطات التركية الغاشمة ولكي يصل صوتنا إلى المستعمر الرئيسي الذي هو أردوغان لنكسر إرادته لكي تتحرر أراضينا ولكي نحرر قائدنا العظيم عبد الله أوجلان. في الحديث عن المؤامرة الدولية التي تمت على القائد عبد الله أوجلان الذي يعتبر هو 15 شباط اليوم الأسود بالنسبة لي نساء الرقاويات ونساء شمال وشرق سوريا، حيث نرى أن هذا اليوم يعتبر هو رمزا أساسيا لكي نخرج إلى الساحات ولكي نتضامن يدا بيد ليكون هذا اليوم الأسود يوما أبيضا بالنسبة لمناطقنا مناطق شمال وشرق سوريا. ولكن نحن نرى كوجهة نظر كنساء رقاويات من هذا اليوم
نعتبر أنه ليس يوما أسود، بل نعتبر أنه اندفاعا أو يوما لكي نكون يدا واحدة، ولكي نخرج إلى الساحات ونقوم بإعلاء صوتنا الذي هو صوت الحق للمطالبة بالحرية الجسدية لقائدنا القائد العظيم عبد الله أوجلان. كسر إرادة السلطات التركية من هذه الهيمنة المستمرة على مناطقنا والهيمنة المستمرة على قائدنا.